بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في تفسيره الجلالين في قول الله تعالى: أم تسألهم خرجا، أي أجرا على ما جئتهم، على ما جئتهم به من الإيمان، فخراج ربك أي أجره وثوابه ورزقه خير. وفي قراءة خرج في الموضعين، وفي قراءة أخرى خراجا فيهما، وهو خير الرازقين، أفضل من أعطى وآجر. وإنك لتدعوهم إلى صراط، أي طريق مستقيم، أي دين الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، بالبعث والثواب والعقاب، عن الصراط أي الطريق لناكبون، أي عادلون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي جوع أصابهم بمكة 7 سنين، للجوا أي تمادوا في طغيانهم، ضلالتهم يعمهون، أي يترددون. ولقد أخذناهم بالعذاب أي الجوع، فما استكانوا، تواضعوا لربهم، وما يتضرعون، يرغبون إلى الله بالدعاء. حتى ابتدائية، إذا فتحنا عليهم بابا ذا، أي صاحب عذاب شديد، هو يوم بدر بالقتل، إذا هم فيه مبلسون، آيسون من كل خير. وهو الذي أنشأ، أي خلق لكم السمع، بمعنى الأسماع، والأبصار والأفئدة، أي القلوب، قليلا ما تأكيد للقلة تشكرون. وهو الذي ذرأكم في ذرعكم، أي خلقكم في الأرض، وإليه تحشرون، أي تبعثون. وهو الذي يحيي بنفخ الروح في المضغة ويميت، ولو اختلاف الليل والنهار بالسواد والبياض والزيادة والنقصان، أفلا تعقلون صنعه تعالى فتعتبرون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أي الأولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا لمبعوثون؟ لا، وفي الهمزتين التحقيق في الموضعين، وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما على الوجهين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، أي البعث بعد الموت، من قبل إن ما هذا إلا أساطير، أي أكاذيب الأولين، كالأضاحيك والأعاجيب، جمع أسطورة بالضم. قل لهم: لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها، سيقولون لله، قل لهم: أفلا تذكرون، أي بإدغام التاء في الذال، تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء قادر على الإحياء بعد الموت. قل: من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم أي الكرسي؟ سيقولون: الله. قل: أفلا تتقون، أي تحذرون عبادة غيره. قل: من بيده ملكوت، أي ملك كل شيء، والتاء للمبالغة، وهو يجير ولا يجار عليه، يحمي ولا يحمى عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون: الله. وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين، نظرا إلى أن المعنى من له ما ذكر. قل: فأنى تسحرون، أي تخدعون وتصرفون عن الحق، أي عبادة الله وحده، أي كيف يخيل لكم أنه باطل؟ بل أتيناهم بالحق، أي بالصدق، وإنهم لكاذبون في نفيه، وهو ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله،
إذن أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه، ولعل بعضهم على بعض، ولعل بعضهم على بعض أي مغالبة كفعل ملوك الدنيا. سبحان الله تنزيها له عما يصفون به يصفونه به مما ذكر، عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد، بالجر صفة والرفع خبره مقدرا، فتعالى أي تعظم عما يشركونه معه. قل ربي، إما في إدغام نون إن شرطية في ماء الزائدة، إما تريني ما يوعدونه من العذاب، هو صادق بالقتل ببدر، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، فأهلك بهلاكهم، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن، أي الخلة من الصفح والإعراض عنهم، هي أحسن السيئة، أي ادفع السيئة، أذاهم إياك، وهذا قبل الأمر بالقتال، نحن أعلم بما يصفون، أي يكذبون ويقولون، فنجازيهم عليه. وقل رب أعوذ، أي أعتصم بك من همزات الشياطين، أي نزغاتهم، مما يوسوسون به، وأعوذ بك رب أن يحضروني في أموري، لأنهم إنما يحضرون بسوء. حتى ابتدائية، إذا جاء أحدهم الموت ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن، قال رب ارجعوني، الجمع للتعظيم، لعلي أعمل صالحا بأن أشهد أن لا إله إلا الله، يكون فيما تركت، ضيعتم فيما تركت، أي ضيعت من عمري، أي في مقابلته. قال تعالى كلا، أي لا رجوع، إنها أي رب را أرجعون كلمة هو قائلها ولا فائدة له فيها، ومن ورائهم أي أمامهم برزخ حاجز يصدهم عن الرجوع إلى يوم يبعثون، ولا رجوع بعده. فإذا نفخ في الصور، أي القرن النفخة الأولى أو الثانية، فلا أنساب بينهم، يومئذ يتفاخرون بها ولا يتساءلون عنها، خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة، وفي بعضها يفيقون، وفي آية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم فهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، أي تحرقها، وهم فيها كالحون، أي سمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم، شمرت أشفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم، ويقال لهم ألم تكن آياتي من القرآن تتلى عليكم تخوفون بها فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف، وهما مصدران بمعنى، وكنا قوما ضالين عن الهداية، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إلى المخالفة فإنا ظالمون. قال لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين، اخسأوا فيها، ابعدوا في النار أذلاء، ولا تكلموني، في رفع العذاب عنكم،
فينقطع رجاؤكم، إنه كان فريق من عبادي هم المهاجرون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا بضم السين وكسرها سخريا، مصدر بمعنى الهزء منهم، بلال بمعنى الهزء، وهؤلاء منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى إذا أنسوكم ذكري فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسب إليهم وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم النعيم المقيم بما صبروا على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم، إنهم بكسر الهمز هم الفائزون بمطلوبهم، استئناف، وبفتحها أنهم مفعول ثان لجزيتهم. قال تعالى لهم بلسان مالك وفي قراءة قل كم لبثتم في الأرض في الدنيا وفي قبوركم عدد سنين، تمييز. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، شكوا في ذلك واستقصروه لعظم ما فيه من العذاب. فاسأل العادين أي الملائكة المحصين أعمال الخلق. قال تعالى بلسان مالك وفي قراءة قل إن أي ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي قراءة لا ترجعون بالبناء للفاعل والمفعول، لا بل لنعيدكم بالأمر والنهي وترجعوا إلينا. لنعيدنكم بالأمر والنهي وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعالى الله عن العبث وغيره مما لا يليق به. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي الكرسي، هو السرير الحسن. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، صفة كاشفة لا مفهوم لها، فإنما حسابها جزاؤه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أي لا يسعدون. وقل رب اغفر وارحم أي المؤمنين في الرحمة زيادة على المغفرة، وأنت خير الراحمين أفضل رحمة راحم. سورة النور مدنية وهي 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة أنزلناها وفرضناها مخففا ومشددة، وفرضناها لكثرة المفروض فيها، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالة لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الذال أي تتعظون، لعلكم تذكرون بإدغام التاء الثانية في الذال أي تتعظون. الزانية والزاني أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة. وألفيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط، دخلت الفاء في خبره وهو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أي ضربة، يقال جلده ضرب جلده، ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عامل.
والرقيق على النصف مما ذكر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي حكمه بأن تتركوا شيئا من حدهما، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يوم البعث. في هذا تحريض على ما قبل الشرط، وهو جوابه أو دال على جوابه. وليشهد عذابهما، أي الجلد، طائفة من المؤمنين، قيل ثلاثة وقيل أربعة، عدد شهود الزنا. الزاني لا ينكح، أي يتزوج، إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي المناسب لكل منهما ما ذكر. وحرم ذلك، أي نكاح الزواني، على المؤمنين الأخيار. نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم، فقيل التحريم خاص بهم، وقيل عام، ونسخ بقوله وأنكحوا الأيام منكم. والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهن برؤيتهن فاجلدوهم، أي كل واحد منهم، 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة في شيء أبدا، وأولئك هم الفاسقون، لإتيانهم كبيرة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم، فإن الله غفور لهم، قذفهم رحيم بهم بإلهامهم التوبة، فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم. وقيل لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه إلا أنفسهم، وقع ذلك لجماعة من الصحابة، فشهادة أحدهم مبتدأ، 4 شهادات نصب على المصدر أو نصب على المصدر، إنه لمن الصادقين، 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك، وخبر المبتدأ تدفع عنه حد القبض، ويدرأ أن يدفع عنها العذاب، أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر في ذلك، وأن الله تواب بقبوله التوبة في ذلك وفي غيره، حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره، ليبين الحق في ذلك، ليبين الحق في ذلك، وعاجل بالعقوبة من يستحقها. إن الذين جاءوا بالإفك، أي أسوأ الكذب، على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بقذفها عصبة منكم، أي جماعة من المؤمنين، قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحمنة بنت جحش. لا تحسبوه، أي المؤمنون، غير العصبة شرا لكم، بل هو خير لكم، بيأجركم الله تعالى به، ويظهر براءة عائشة رضي الله عنها ومن أتى معها منه، وهو صفوان بن المعطل، فإنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب، ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة، وآذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت على الرحل، فإذا عقد انقطع،
فإذا عقد انقطع هو بكسر المهملة القلادة. فرجعت ألتمسه وحمل هودجي هو ما يركب فيه على بعيري يحسبونني فيه. وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلقة، وبضم المهملة وسكون اللام، من الطعام أي القليل. ووجدت عقدي وجئت بعدما ساروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فأدلج هما بتشديد الراء والدال، أي نزل من آخر الليل للاستراحة، فسار منه فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، أي من أوغر، واقعين في مكان وغر في شدة الحر، فهلك من هلك فيا. وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول. انتهى قولها، رواه الشيخان. قال تعالى لكل امرئ منهم، أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، والذي تولى كبره منهم أي تحمل معظمه، فبدأ بالخوض فيه وأشاعه، وهو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم، هو النار في الآخرة لولا، بمعنى هلا، إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي ظن بعضهم ببعض خيرا، وقالوا هذا إفك مبين أي كذب بين، فيه التفات عن الخطاب، أي ظننتم أيها العصبة وقلتم لولا هلا جاءوا، أي العصبة عليه بأربعة شهداء شاهدوه، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون فيه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه أيها العصبة، أي خضتم عذاب عظيم في الآخرة إذ تلقونه بألسنتكم، أي يرويه بعضكم عن بعض، وحذف من الفعل إحدى التاءين، وإذ منصوب بمسكم أو بأفضتم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا لا إثم فيه، وهو عند الله عظيم في الإثم. ولولا هلا إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون، أي ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هو للتعجب هنا، هذا بهتان أي كذب عظيم، يعظكم الله أن ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين تتعظون بذلك. ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي، والله عليم بما يأمر به وينهى عنه، حكيم فيه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا بنسبتها إليهم وهم العصبة لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد للقذف، والآخرة بالنار لحق الله، والله يعلم انتفاءها عنهم
وأنتم أيها العصبة لا تعلمون وجودها فيه. ولولا فضل الله عليكم أيها العصبة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق تزيينه، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي المتبع، يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أيها العصبة بما قلتم من الإفك من أحد أبدا، أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه، ولكن الله يزكي أي يطهر من يشاء من الذنب بقبول توبته منه، والله سميع لما قلتم عليم بما قصدتم. ولا يأتلي يحلف أولو الفضل أي أصحاب الغنى منكم والسعة ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نزلت هذه الآية الكريمة في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حلف أن لا ينفق على مصطح، وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدري، لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه، وناس من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك، وليعفوا وليصفحوا عنهم في ذلك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم للمؤمنين. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح ما كان ينفقه عليه. إن الذين يرمون بالزنا المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم، تشهد بالفوقانية والتحتانية، يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل، وهو يوم القيامة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يجازيهم جزاءه الواجب عليهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه. ومنهم عبد الله بن أبي، والمحصنات هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن، لم يذكر في قذفهن توبة، ومن ذكر في قذفهن أول سورة غيرهن. الخبيثات من النساء، ومن الكلمات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر، والطيبات مما ذكر للطيبين من الناس، والطيبون منهم للطيبات مما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله، أولئك الطيبون والطيبات من النساء والرجال. ومنهم عائشة وصفيان وصفوان رضي الله عنهما مبرؤون مما يقولون، أي الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم، لهم للطيبين والطيبات من النساء مغفرة ورزق كريم في الجنة. وقد افتخرت عائشة بأشياء منها، أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، فيقول الواحد السلام عليكم أأدخل، كما ورد في حديث
ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الدال خيريته فتعملون به، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى، أي هو خير لكم من القعود على الباب، والله بما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم عليه. ليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع أي منفعة لكم باستكنان وغيره كبيوت الربط والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون أي تظهرون وما تكتمون أي تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره، وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.